يحمى هلا ماما، عندنا ماما تعمل لنا طبق فلافل من الغالي، هي اللي عملته. بيتي شايفين الفلافل الخضرا ازاي؟ دي طبعا بطاطس مضربة في الخلاط، بطاطس زيت جديد، زيت من الغالي نضيف. نحط البطاطس هنا، هندمس لنا فول، هندمس لنا فول، هي مدمسة بس بتضحك علينا. ده ملوخية معطية. هندمس تاني. يلا ماما هي الفلافل، يلا ماما. لا 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 ارفع ده القطة هتقلب أمك كده. بتحضر الفطار في المغرب في العصر؟ هنفطر العصر. يلا ماما نزلي الفلافل في الزيت. بطاطس محمرة، صوابع، هي باينة في الكاميرا متحمرة، باينة عندك مش متحمرة. دلوقتي نعمل شوية فلافل، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ مضروبة في الخلاط. ما تقوليش لحد السر، احنا نوريهم بس. ماما هتعملها، قوليش لحد تعمليها ازاي. ماما هتعمل لكم طريقتها تاني، هبقى اتعرفكوا الطريقة في وقت تاني. شوف هنا متأخر، الرواية بتتعمل على طول. على فكرة هي اللي عاملاها في البيت، في البيت طبعا بقت غالية جدا في الشارع. الفلافلية ب3 جنيه، مش عارف على ايه، وجع القولون، على القولون التعبان، قولوني بيشتكي منها. بس بذمتك اكلت فلافلية عندي اشتكيت؟ عمري اشتكيت من القولون؟